نظمت القوات الجوية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن عرض الغردقة الجوي المقرر تنفيذه في نهاية الشهر الجاري بمنطقة سهل حشيش، وسيشهد العرض مشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء، وقد ألقى المقدم طيار محمد رفعت من فريق الألعاب الجوية المصرية كلمة أشار فيها إلى أهمية العرض الذي يسهم في تنشيط حركة السياحة بواحدة من أجمل المدن السياحية، معربا عن تقديره لفريق الألعاب الجوية البريطاني الذي يتمتع بسمعة راقية خلال مشاركته بمختلف العروض. فيما أعرب العقيد مارك باينون الملحق العسكري البريطاني بمصر في كلمته عن سعادته بالمشاركة، موجها الشكر للقوات الجوية المصرية على توجيهها الدعوة لمشاركة الفريق البريطاني بالعرض. بانطلاقة قوية بدأنا وسط أقدم الحضارات وعلى سفح الأهرامات، كان العرض الجوي الأول بيراميدز إير شو 2022، واستمرارا للنجاحات ولأول مرة معا وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غردقة إير شو 2022 بمدينة سهل حشيش، بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة إير شو 2022، اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصرية.